بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وبعد، أحبتي في الله، عودا حميدا إلى برنامجكم لا يفلح الساحر. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي أحبتي في الله عند أعراض السحر العامة، وقلنا أن السحر أنواع وله يعني له أعراض عامة بتظهر على الإنسان ككل، أي إنسان يعني بنعمل له سحر بتأتي هذه الأعراض. وقلنا أن السحر له أعراض، 6 أنواع سحر، وكل سحر من دول بيميز نفسه بأعراض خاصة به. لكن اليوم جديد معنا هو الشيخ حميدة عبد الكريم، المؤرخ والباحث في علوم السحر وفي التاريخ العربي يعني. فطبعا الشيخ حميد، نرحب بمولانا الشيخ حميد، ربنا يحفظك ويبارك فيك. اهلا وسهلا بحضرتك وبالمشاهدين جميعا. ربنا يكرمك شيخ حميد. الله يحفظك. هو طبعا الشيخ حميد المسؤول، طبعا احنا زي ما انتم عارفين حضرتك، ونحن فتحنا المركز في القاهره اللي هو المركز الخاص بينا في القاهره، وطبعا مولانا الشيخ حميد هو المسؤول عن مركز القاهره يعني 6 اكتوبر هنا في الجيزه. وطبعا لازم من نعرفوا الناس اللي موجودين ومعاكم في مركز القاهره على طول، وهيكون هنا معانا الشيخ حميده بقدر الله تبارك وتعالى، وانا هنكون موجود معاه بقدر الامكان يعني لو ما عنديش سفر او غيره. وان شاء الله النهارده عايزين نتعرف من الشيخ حميده ايه الجديد في علوم السحر، وازاي نعرف الانسان ده مسحور ولا مش مسحور، وازاي نعرف نفرق بين ان السحر معمول بنجاسه ايه بالظبط، وازاي نعرف ان السحر فردي ولا مركب ولا مزدوج، وازاي نعرف ان السحر ده مأكول ولا مشروب ولا معلق ولا مدفون ولا منفوخ، ازاي نفرق بين الاعراض وبعضها، وازاي نفرق بين الهدف من السحر ونوعه، وازاي نفرق بين قدم السحر في جسم الانسان، وان ازاي لما السحر يقدم في جسم الانسان بيعمل امراض عضويه. اول حاجه شيخ حميده يعني نكلم حضرتك فيها، ازاي نعرف ان الانسان ده معمول له سحر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا بالنسبة للشخص اللي هو مسحور بيكون عنده طبعا مجموعة أعراض. الأعراض اللي موجودة عند الشخص، هذه الأعراض بتكون هناك أعراض عامة للسحر كعام بتبين حالة بداية أن هذا الشخص مسحور. تمام؟ تمام. الأعراض العامة هناك أعراض بتكون في اليقظة، تمام، وهناك أعراض بتكون عند النوم. ديت بداية الباب اللي هو بيدخل للشخص وبنبان من خلالها هذا الشخص هل به سحر أم لا. ديت بالنسبة للأعراض العامة اللي هي بتبقى موجودة سواء كانت يقظة أو كانت منامة. يعني هناك أعراض بتخص السحر، الأعراض العامة بتخص السحر تكون أعراض في اليقظة. نعم. وتكون اعراض في الـ في الـ في النوم. نعم. يعني الانسان بيحصل له اعراض وهو نايم واعراض وهو صاحي يعني وفي حياته الطبيعيه. ايوه. ومن خلال كده نعرف نحدد هل هو يعني في مشكله عنده قائمه، في جن، في سحر، في حسد، في كذا، من الاعراض العامه اللي حضرتك بتقول عليها. نعم. تمام. نعم. تمام. هذه الاعراض حضرتك بتبقى موجوده في اعراض اللي هي موجوده في اليقظه. تمام. يعني مثلا لما نيجي نتكلم عن الأعراض اللي هي في اليقظة، الشخص اللي هو مثلا يشتكي من صداع كثير. تمام. يكون عنده صداع كثير، طبعا الصداع بيبقى موجود معاه وبيشتكي ان الصداع ده عامل له ظاهرة في حياته. أيضا اللي هو آلام الظهر، بعد ذلك مثلا سقوط الشعر. تمام. ظهور بقع زرقاء في الجسد. بالنسبة للنساء بيكون في عدم انضباط للدورة عند النساء، وبتبقى ديت ظاهرة موجودة بتشتكي منها كثير من النساء، زي الحالات اللي هي بتيجي للمركز والحاجات اللي عالجناها وكما هو معهود منذ يعني بداية العلاج في هذه المشكلات إلى يومنا هذا. أيضا الأعراض اللي هي العامة يا مولانا اللي هي في اليقظة بتكون مثلا الشخص بيكون عنده خرابيش أو ظهور لبعض الجروح الظاهرية، بيصحى من النوم مثلا يلاقيها موجودة على جسده فيستغرب هذه الظاهرة موجودة. بتبقى موجودة، دي بتدل على الأعراض العامة للسحر اللي هي بتظهر على الإنسان في اليقظة. طب شيخ حميدة، كنا في المركز امبارح مع بعض، فجات الحالة اللي بتقول ان انا ساعة ما ندخل بيت جوزي بينزل عليا نزيف اللي هي من الشرقية، لما بيدخل بيت جوزي يحصل عليا نزيف، لما نطلع بره بيت جوزي
او نروح عند اهلي ولا غيره بيحصل خلاص ما بيبقاش فيه نزيف. طيب هل ازاي بقى نقدر نحدد او ايه اللي بيخلي الدوره تنزل او نزيف ينزل لما تدخل بيت جوزها؟ يعني ايه المشكله، ايه المشكله في الدم يعني؟ نعم، المشكله حضرتك في الدم اللي هو طلسم السحر اللي هو اتعمل لهذه المراه. بيبقى اصل السحر اللي معمول لهذه المراه ان هو اتعمل مثلا بنجاسه دم دوره. تمام. وبيبقى ده من النوع اللي هو اسمه اللي هو السحر السفلي، اللي هو طبعا من اشد انواع السحر، واللي هو بيبقى ليه شده على الشخص، واللي بيبقى من الظواهر المقلقه للانسان في حياته. فبيبقى مثلا هذا السحر اتعمل بنجاسه دم دوره. طيب اتعمل بنجاسه دم دوره بيكون له هدف. ايه الهدف من هذا السحر؟ الهدف من هذا السحر هو التفريق بين الزوج وزوجته، ان هي كل ما تاتي الى بيت زوجها بتبص تلاقي النزيف نزل عليها او ان الدوره عليها على طول. فهنا زوجها لابد ان هو المساله دي تسبب له مشكله، فمره في مره تبص تلاقي يحدث الطلاق والعياذ بالله. يعني ده بيكون سبب من الجن نفسه عشان خاطر ينزل على الانسانه دي نزيف، عشان خاطر جوزها يكرهها او يحس انه خلاص انا مش مستريح في معيشتي معاكي، فبيضطر انه خلاص البيت هندور عن اتجوز مثلا، او يزهق منها، او ينظر الى الحرام، او الى اخره. وده بيكون من ضمن اهداف الجن ان هو يعمل تفرقه بالنزيف بالنزيف ده. زي ما امبارح كانت الحلقه كده بتقول كده، انا كل ما ندخل بيتي انا بينزل نزيف، ومفيش له علاج طبي، حتى بنروح للدكتور يقول انت سليمه طبيا، مفيش حاجه تنزل نزيف. طب نطلع من بيت جوزي خلاص انا كويسه، ندخل بيت جوزي نبقى فيه مشكله. يبقى كده النجاسه المعموله اللي فهم حضرتك الشيخ حميده، ان النجاسه المعموله بالسحر دي تكون معموله بنجاسه دم حيض. نعم تمام. طيب نعم. لو النجاسه الدم الحيض يا شيخ، طب يعني عشان برضه نبين للمشاهد ان لو طبعا واحده هيقول لي طب لو المعموله لراجل او معموله لذكر، هل طب هو خلاص هو معمول للانثى فبتلخبط الهرمونات بتاعتها فبتعمل بينزل عليها نزيف، طب لو معموله للرجل ازاي نقدر نعرف ان ديت معموله بدم حيض؟ لانه بينعمل بنفس النجاسه للرجل برضه، انه سحر سفلي. نعم. ازاي نعرف بقى عند الرجل ان دي معموله بسحر بنجاسه؟ نعم، السحر طبعا احنا عارفين ان سحر النجاسه نوعان. تمام. اما هو دم دوره زي ما احنا اتكلمنا حاليا وقلنا، تمام؟ واما النجاسه الاخرى اللي هي بتبقى بمني زنا محارم. تمام. طبعا مني زنا المحارم بيبقى اصلا القصه دي قائمه على ان حاجتين، يا اما الانسان دايما تبص تلاقيه يفكر في ان هو يعمل معاصي بانواعها، تمام، هي الزنا او غيره. وتاخده للزنا. او ان هو دايما يشاهد في مناماته دائما ان هو بيزني مع احد المحارم، وتبقى حياته قائمه ان هو بيشاهد هذه الامور، وظاهره موجوده في حياته، الظاهره دي حضرتك عامله له قلق، هو بيشتكي منه. تمام. فهنا بيبقى معروف هنا ان هذا الامر، ان اصل الماده اللي هي معموله بديت يا اما نجاسه دم دوره اللي هي بتكون بنزيف، تمام، او ان الماده الاخرى اللي هي مني زنا محارم، عندما يكون انصراف الانسان في رؤياه او في يقظته الى مثل هذه الانواع اللي هي، او ممكن يخرج النزيف من او عند الرجل نزيف ايضا. بيكون نزيف عنده نزيف، نزيف من الانف مثلا. نعم. نزيف من الاسنان. نعم. او من الاسنان مع البراز. نعم. او البول بينزل نزيف، لان الكلى خليه الكلى بتتاثر من السحر المعمول بالنجاسه ديت، وبتعمل التهاب في المعده طبعا قوي، وبتنزل النزيف ده عند الرجل. يبقى نقدر نفرج ان النجاسه دي معموله عند الرجل بدم حيض، ان بينزل عليه نزيف برضه، او بيكون دمه ضعيف جدا، اي تعويره يتعوره ولا حاجه، بيكون في سيوله في الدم قويه جدا. يبقى اول عرض نتكلم او نقول ان ده صداع، بيحصل صداع قوي جدا، نعرف ان في مشكله لا يعني مالوش علاج طبي او غير معلل طبيا. يبقى احنا نقول ان كده في نزيف، في صداع عند الرجل دهوت او الست ديت، يقول لك انا بيصحيني من النوم او ينيمني من شده الصداع. تاني عرض اللي هو الالم في الظهر. نعم. تالت عرض اللي هو سقوط الشعر. سقوط الشعر عند الرجل وعند المراه. عند الرجل وعند المراه. تمام تمام تمام. اتفضل. اما بالنسبه طبعا الرجل بيبقى سقوط شعر زي حاله مثلا جات لنا، كانت في مركز اسكندريه، الرجل بيشتكي من ان شعره اصبح بيسقط بطريقه غريبه، مع انه استعمل الوصفات اللي هو يعني كل وصفه يسمع عنها يروح يستعملها. تمام. ووصفه ووصفه وهكذا، وبعدين هو لم يجد نتيجه مجديه في ذلك. طبعا مع بقيه الاعراض التانية ده طبعا تبين انه عنده سحر، والحمد لله وعالجناه. والحاله ديت يعني اغلب ما اذكر ان هي كانت من كفر الشيخ، والحمد لله تعالجت وتمام التمام.
ديت بالنسبة لسقوط الشعر. سقوط شعر النساء أيضا ظاهرة موجودة ومن علامات السحر. وأيضا بعض النساء حضرتك بتجد إن هي دايما شعرها تلاقيه متعجد، أو زي ما احنا بنقوله مثلا في المثل العام إن هو بنقوله شعرها يبقى مكلبش غالبا، بتهتم بالتسريح بالتمشيط، ولكن يسقط الشعر وتصبح في الصباح تجد إن شعرها إيه متعجد في بعضه، زي حالات كتير عالجناها بهذا الوضع والحمد لله شفيت بفضل الله تبارك وتعالى. تمام، دي بتبقى بالنسبه للشعر، لان الشعر ده بيبقى اضعف مكان في راس او نعم. جسم الانسان، فعشان كده بيتاثر بسرعه بنجاسات السحر. نعم. طيب ليه اللي يكون في وجود بقعه زرقاء، وبتكون فين بالظبط في جسم الانسان يا شيخ حميد؟ البقعه الزرقاء يا اما بتكون في الاسفل، تمام، او بتكون على مناطق معينه من الاعلى، ممكن تكون على الصدر او على الذراعين او على القدمين، تمام. حضرتك دي بتكون ظاهره موجوده وبتبقى ديت علامة من العلامات العامة لوجود السحر. ممكن البقع الزرقاء دي تكون موجودة، وممكن لما نكون بقى في لما نتكلم عن بعض الأعراض التانية، أو لو نخصص السحر ونقول مثلا إن السحر ده هو اللي موجود على الشخص ده، السحر المنفوخ بتكون لونها لون الحناء، تمام حضرتك، او بقع صفراء بعض الاوقات، اللي هم الناس بيقولوا عليها شيخ حميده، بيقولوا عليها ان ديت الملائكه محنين. ايوه دي في لفظ ضرع الناس يقول لك ده الاصو نام والملائكه هم اللي حنوه. لكن هي مش الملائكه حنوه ولا شيء، ده هو اصلا يبقى الجن عشان خاطر مش قادر يوصل الانسان دهوت، او عايز يزود ماده السحر في جسمه، فبينفخ السحر ده على 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 شيء زي الحنه كده، شيء زي الصبغه يعني، عشان يمسك في جسم الانسان وجسم الانسان يمتصه ويحطه على ايديه ورجليه وهو نايم بالليل، يصبح الصبح يقول لك انا، او تقول لك انا في بقع زي الحنه كاني حد محنيني. كان زمان اهالينا يقول لك ده اصل ايه الملائكه محنينه. وطبعا ده الملائكه مش محنين، هو ده طبعا ده قرص من الجن. وطبعا البقع اللي بتطلع في الجسم دي طبعا هي ممكن تعلل بشيء نفسي او طبي، يعني شيء نفسي، ممكن الانسان لو نام زعلان مثلا ولا شيء طبعا ممكن بيحصل معاه كده طبيا. لكن لو الاعراض دي كلها متجمعه معاه في نفس مع القرص ده، يبقى خلاص يبقى في مشكله تانية غير ان هو زعلان او نايم زعلان او غير الامر الطبي يعني. تمام، اتفضل. اضافه لكلام حضرتك يا مولانا، ان هي لما الامر لما يكون نفسي، البقعه دي ان هي بيبقى لها مده معينه وتزول. تمام. الامر اذا كان متعلق بمشكله نفسيه أو كان متعلق بمشكلة طبية، فهو بيبقى متوقف على العلاج الطبي يزول أثرها. تمام. تمام. الأمر النفسي ولا تكرر. ولا تكرر. الأمر النفسي كذلك فترة معينة، بعد كده بتتحسن العوامل النفسية بتاعت الشخص، تبدأ القصة تنتهي. بعض الحالات كان جه بعض الأشخاص كانت هذه العلامات اللي احنا بنتكلم عليها دي كانت موجودة على ظهره بالذات بطريقة ملفتة. يعني الشخص ده قال لي أنا بالنسبة يعني من ضمن الأعراض اللي كانت موجودة، قال لي يا شيخ أنا جسمي يعتبر مبدور بهذه النقاط بطريقة يعني شديدة ومقلقاني، وأنا رجل متزوج وأب عيال وأنا مش عارف أعمل إيه، الموضوع ده حاولت فيه كتير، مقرقه نفسيا. مقرقه نفسيا وعامل له مشاكل نفسية هو يعني مش راضي عنها، بفضل الله تعالج والحمد لله يعني. الحمد لله. الحمد لله. تفضل شيخ حميد، تفضل. كم من طيب. الاعراض العامه؟ بالنسبه للاعراض العامه احنا توقفنا عند اللي هي الخربشه بالجسد، او بالنسبه اللي هي الخطوط او الكدمات اللي هي بيشتكي منها الشخص. ايضا تبص تلاقي حضرتك ان الانسان يصاب ببعض الامراض العضويه. تبص تلاقي عنده مرض عضوي بيشتكي منه. هذا المرض العضوي هو خد له علاج مره واثنين وثلاثه عند الدكتور. يعني أمثلة من خلال العلاج في مركز اسكندرية ومركز البحيرة ومركزنا في القاهرة. يعني حضرتك لما كنت بتكلم قلت الواحد هو لو بدأ يكتب هيكتب مجلد. صح. من القصص، من الأعراض والقصص والأعراض اللي الواحد بيشوفها واللي يعني بتتعالج، يعني ربما أصحابها يسمعونا الآن ومشاهديننا وبيسمعونا. تمام. تبص تلاقي بيشتكي هو من مرض موجود مثلا معاه. يعني بعض الأشخاص بيشتكي لي من المعدة منذ 5 سنوات. المعدة خد لها علاج ويروح يعمل تشخيصات، أقسم لي قال لي إن أنا عملت تشخيصات بآلافات المؤلفة، وأنا عملت خدت دواء وخدت علاج هنا ورحت هنا والدكتور الفلاني والفلاني والفلاني وما فيش أي نتيجة. المعدة بيشتكي منها، مشكلتها قائمة زي ما هي. طيب هنا
مع وجود الاعراض الثانيه الانسان ده طبعا بيكون مسؤول. برضه شيخ حميده برضه احنا عشان احقاق الحق، هي القصه ما تبقاش مشكله في الطب ولا في الدكتور ولا في الادويه. نعم. لكن نعم. احنا بنعزو المساله ديت ان الجين نفسه او السحر نفسه بيوقف تاثير العلاج في جسم الانسان. نعم. يعني هو بيوقف اصلا، لو انت خدت ادويه هو كانك ما بتاخدهاش. ايوه. الدكتور بيشخص تشخيص صحيح فعلا وبيدي الادويه على المرض فعلا، لكن هو بيدي الادويه ديت والدكتور والادويه دي ما بتجيبش نتيجه، لان السحر هو اللي بياتي او بيوقف يعني تفاعل الادويه في جسم الانسان على هذا. نعم. المرض، لان السحر هو اللي لكن الصح اني لو عندي مرض اشتكيت منه ورحت بيه لكذا دكتور وما بيروحش، وكان المعده او عدم انجاب او غيره وما فيش سبب طبي يقول لك انت ما عندكش سبب طبي، خلاص دور على شيء تاني او دور على مساله تانية. انت ممكن يكون المساله اصلا متعلقه بوجود سحر او مس او حسد او غيره، ويكون الموضوع بسيط جدا ويتعالج وان شاء الله يزول مع زوال اعراض السحر عن الانسان المصاب. طيب تمام، اتفضل شيخ حميد. ايضا مولانا فقد الحواس او فقد بعض الحواس. تبص تلاقي انسان مره واحده هو كان كويس فقد حاسس انه ما عادش شايف. تمام. حاسس انه ما عادش بيسمع، لكن دي حاجه مؤقته. بتيجي هفوه كده كانه ايه. بيشتكي منها زي حالات كتير عالجناها في المركز بهذا النوع. تمام. يقول لك انا مثلا بحس ان انا وقت معين مثلا بعض الطلبه اللي هم بيذاكروا تبص تلاقيه يقول لك انا ببقى تمام وانا خارج الكتاب، اول ما افتح الكتاب احس ان انا مش شايف الكتابه. احس ان انا الكتاب بيني وبينه سد، انا مش شايف حاجه ولا عارف استوعب. انا بحس انه مخي ده ملغي مش موجود. احد الاخوه اللي اتعالجوا عندنا كان امام، قال لك انا لما بكون في الامامه، وحضرتك يمكن كان من السويس او تمام. لما تمام وكل شيء، اول ما بنكبر تكبيره الاحرام خلاص كل شيء، بحس ان الشريط بتاع الحفظ اللي في دماغي اتمسح مني. تمام. مع بقيه الاعراض الثانيه طبعا حضرتك تعالج وانت قاعد ادرى بهذه القصه. تمام. يعني ربنا يحفظك يا حميد. تمام. ايضا يا مولانا اللي هو تبص تلاقي بعض الاشخاص عنده نوبات صرع كتير. نوبات الصرع ديت بتبدا تجيله وهو بيشتكي منها ومأرقاه في حياته. تمام. مع وجود الأعراض التانية أيضا بيحس بعد كده بضيق الصدر. دايما الإنسان المسحور عنده ضيق صدر، عنده ضيق صدر، لأن زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كده، قال كالذي احتوشته الشياطين وفي الأرض حيران. لازم وجود الشياطين وجود السحر مع الإنسان لابد أن طبعا يعمل له ضيق صدر، يخلي صدره دايما متضايق، يخلي أنه هو مش مستحمل. ايضا يلجا بعد كده يعني وهو والجزء ده تابع للي قبله، اللي هو يدخل بقى في حاله ايه، يدخل في حاله ياس ويدخل في حاله زهق، انا مش عارف وحده بقى إيه. مش عايز خايف المجتمع وخايف ويبدأ من الناس يبكي. مجرد ما انك تتكلم مثلا معاه، مالك او فيه ايه او انت وضعك متغير ليه، اللي هم اصحابه واحبابه اهله الناس العاديين يبداوا مثلا يشوفوا الشخص ده هوت عليه تغييرات، مالك تبص تلاقيه يدخل في بكاء لا ارادي. طب فيه ايه، يقول لك انا مش عارف فيه ايه، ويبدا البكاء الارادي ده يكون ظاهره موجوده في حياته. ايضا من ضمن الامور اللي هي الاعراض العامه للسحر اللي هي دايما في اليقظه اللي موجوده معانا واحنا واخدين بالنا منها، اللي موجوده مع الناس في اليقظه، تبص تلاقي الناس اللي هم بيقول لك فلان عنده الحاسه السادسه او الحاسه السادسه. تمام. تبص تلاقي يقول لك انا بحس بكذا، انا خلي بالك في كذا هيحصل. انا دماغي كان بيقول في ناس شيخ حمادة يعني بتحس ان ديت مكرمه او شيء كويس ان نحس ان في شيء هيحصل، او يقول لك انا نجمي خفيف. فعلا فعلا كثير من الناس بيظن ذلك. ولكن مع الوقت بيبص يلاقي الاعراض اللي موجوده ديت بدت تكتر معاه، ويكتشف ان هو بنفسه ان هو عنده مشكله من مشاكل، لان الجن بيخلي الانسان عايز يحبه، يعني خلاص. نعم. يبقى مش عايز يسيبه، فيبدا يقنعه باشياء ان انا كويس، انا معاك، انا بتحس بشيء قبل ما يحصل، بتعرف فلان ده بيتكلم صح ولا غلط. واحد يدخل، يعني كانت عندي اخت امبارح بتقول يا شيخ انا اول ما نبص في الانسان كان اعرف هو معاه جن ولا لا، نعرف ان هو كويس ولا لا، نعرف انه يضحك عليه ولا لا، نعرف كذا وكذا 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 وكذا. طبعا اللي بيحصل او بيعمل ده كله هو الجن، عشان خاطر يخليها تحبه او تستشعر معاه بان انا ان انت كويس ان انت تكون معايا والكلام ده، عشان يفضل معاها طول عمره وما يسيبهاش. لكن في امر شيخ حميد كان عندي اخت امبارح، اللي هي ازاي نعرف يعني كل، ودي مشكلة ظاهرة يعني عند الناس، ان كل ما حد يكلمها هي يأتيها
يعني تقع او يحصل لها صرع او يحصل لها اغماء او يحصل لها كذا وكذا وكذا وكذا. فدي مشكله دايما الناس كلها بتعاني منها، اللي هم عندهم ازواجهم مسحورين او عندهم مشكله او بنته او غيره. انا عايز اريح الناس في المساله ديت. لو انت جيت في يوم لقيت انت مش عارف تعمل شيء، فاكتر حاجه بيعملها ايه الانسان ده؟ هو تقول لك روح نشممها مثلا برفن او نشممها بصله زي ما بيقولوا، او المهم نفوقها باي طريقه كان. لكن الصح الانسان لو هو عايز يعمل الكلام ده، هو لا، انت ما تعملش اي شيء لو حصل عندها اغماء من الجن، او هي يعني ابتدعت هذا الوضع يعني، وكل ما حد يكلمها توجع او غيره، امسك ايديها جامد. كنت اتكلم في المساله دي كذا مره، امسك ايديها جامد خالص واتك عليها جامد كانك هتكسرها، خليها تحس بالجهاز العصبي بتاعها، فهي هتبدا الجهاز العصبي ده حاسس بيه وحاسس ان في حد بيضغط عليها. اعرف ان هي ده قرينها، هو اللي واخد دماغها وهو اللي خلاها وصلها بوضع نفسي، خلاها ايه انها تعمل الكلام ده هوت، وهي حاسه وعارفه بتعمل ايه. لكن لو انت ضغطت عليها وهي ما حستش، اعرف ان ده فعلا ده وضع جن، وان هو الجن متحكم فيها وتلبس بعصبها لدرجه انه خلاها تفقد الوعي او تفقد عالم الانس اللي احنا عايشينه، ودخلها في عالم تاني اسمه عالم الجن، عشان نقدر نفرق بين الصرع الجني او صرع العضوي او ايا كان الاغماء. يبقى لازم نضغط على جهاز العصب نشوف هل هي موجوده معانا في الدنيا، نعم، حاسه بينا ولا ده هي طلعت من عالم الانس لعالم الجن هو اللي تحكم فيها وتحكم في اعصابها. اتفضل شيخ حميد. نعم. ثانيا احنا برضو لابد ان احنا نفهم الناس جزء مهم جدا. طيب ناخد مكالمه وناخد جزء من مولانا. طيب ام ادهم اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ رامي؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. الشيخ حميد ازي حضرتك؟ والله الحمد لله، بارك الله فيكم. الله يبارك، ربنا يكرمك ويبارك فيك يا رب. ربنا يحفظك يا رب، يديم الصحه وكثر من امساكم ويا رب على افتتاح المركز الجديد. يا رب يا ام ادهم يا رب، وربنا يبارك فيكم ان شاء الله، ربنا يحفظك ولا تعملوه. ربنا واحنا ده نعتبره يعني احتفظ في سبيل الله زي هذه الانبياء اللي انتم عاملينه وتعملين فيه. جزاك الله خير والله، والله انت تفرحتيني. ربنا يتقبل. نعم احنا بدأنا مع الشيخ دلال وكانت ظروفنا يعني خدنا بتاع حوالي اول غرعة بس. تمام وتحسننا وكنا كويسين. كويس جينا بعد كده ما كملناش معاها. ليه يا ام ادهم؟ والله يا تحصل اسباب ان ما تخلينا تمنعني ان احنا نكمل. انا عايزين نفهم الحدوته دي يا شيخ. انت منين يا ام ادهم؟ انت والشيخ حميد حضرتك منين؟ رحنا بعد كده لما افتتح المركز بتاع جيني بدأنا مع الشيخ سعد. تمام وجزا الله كل خير، ربنا يحفظه هو والشيخ دلال يعني بارك الله فيهم، ما قصروش التقصير مني نحمي. لا ما فيش تقصير ولا شيء ولا يهمك شيء. نعم ما فيش تقصير ولا شيء يا ام ادهم، ان شاء الله نستدركوا اي وضع ان شاء الله. انت الله يخليك. فاحنا بداني خدنا ايه اول برنامج والثاني مع الشيخ سعد وكنا كويسين، حتى انا كلمتك قبل بتاع التلفزيون. تمام وكويسين وتحسننا والحمد لله. جينا في المره الثالثه، رحنا المره الثالثه وخدنا برضو الجرعة الثالثة من العلاج. هنا في الجرعة الثالثة بدأنا نتعب أكثر من الأول. ليه؟ يعني تلخبطت الأمور خالص، مش عارفة إيه السبب. يبقى أكيد في حد يعني من فيها. أكيد حد قريب منك عارف إنكم تعالجتوا يا أم أدهم وبيعمل لكم سحر تاني. طب يا أم أدهم بص يا أم أدهم، أنا تتجدد حداث يعني غريبة صعبة قوي. لا هو مفيش تجديد ولا شيء، أنا هنقول لك عليها تريحك عشان تعيش يا أم أدهم كويسة. لو أنت تعالجتي من السحر ونضفتيه من جسمك كويس خلاص خلصنا منه، يبقى حاولي كل يوم الصبح تفطري 7 تمرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقراي آية الكرسي بعد كل صلاة، وشغلي سورة البقرة في بيتك كل يوم، وهاتي يعني حاول قدر الإمكان فتح شبابيك البيت والبيبان، وحاولي تهوي البيت على طول، إن شاء الله مش هيحصل حاجة تاني. لكن لازم تحصني نفسك يا أم أدهم ان شاء الله بمشيئة الله. ربنا يحفظك. احنا كنا خلصنا العلاج بس احنا تعبنا اثناء العلاج نفسه، حتى العلاج ما كملناهوش. لا كملي علاجك يا ام ادهم، كملي علاجك يا ام ادهم، كملي علاجك. ولو في اي شيء في حاجه ثانيه يعني، انا كل الاعراض اللي عم اسمعها انك هتحكيها دي حصل معاني. تمام. انا وولدي ومراتي واولادي والكلام ده وانا وجوزي. انا اختفى مني قاعد من حوالي بتاع شهرين كتير. يعني انا ما كنتش مصدق. اختفى شهرين لما انت كنت مواظبه على العلاج صح يا ام ادهم. لكن انت كده في حد عرف من المكان او من انك عملت عليش السحر فعمل لك سحر تاني. تمام. لكن الجديد القديم ده خلاص احنا خلصنا منه، انت رجعتيه وخلصنا منه. لكن حد عرف انك تعالجته وعمل لك تاني، فانا عايزك انت تحافظي على نفسك، لان الشيخ عالجك مره مش هيفضل يعني ايه ماشي وراك بقى يديك العلاج كل مره او تروح للشيخ على طول. لا قصه بتنتهي. انا عايزك تحافظي على نفسك، بعد ما تعالج السحر صح افطري تمر كل يوم الصبح وايه الكرسي بعد كل صلاه، والله ما حد يقدر يعمل لك شيء خالص تاني.
نشكرك يا مولانا. طب دلوقتي انا على كده يعني نرجع للشيخ سعد ثاني ولا ايوه لو في شيء ترجع للشيخ سعد ولو في حاجه ينظفوها ان شاء الله في اي طلسه بتسعر رجالي جديد في تعب موجود طب خلاص يبقى ان شاء الله الشيخ سعد برضه هو سمعنا دلوقتي في سؤال بعد اذن حضرتك انت اتفضلي اتفضلي انا في شخص متسلط علي انه يعمل لي يعني ايه يعني مثلا اول تحصل معي اعراض اعراض من الجن انا هنحس بيها ونعرفها في حاجه غريبه دخلت جسمي كويس بعد كده مبيض طول الليل مثلا كانه في حد يغرس سكينه في ظهري ونقعد نصرخ ونشنب يعني تتكرر معايا الحكايه يا ام ادهم يا ام ادهم ايه الكرسي ايه الكرسي بعد الصلاه يا ام ادهم والسبع تمرات كل يوم الصبح بس عالج الاول المشكله اللي عندك اللي هي موجوده قائمه عندك وبعد كده حصني نفسك والله ما حد يقدر يعمل لك شيء بأمر الله ربنا يحفظك ان شاء الله ربنا يكرمك يا امات جزاك الله خير لازم انت عليش السحر لازم تحافظ على نفسك لو انت ما جالكش سحر او مش موجود عندك سحر افطر تمر كل يوم الصبح واقرا ايه الكرسي بعد كل صلاه ما حدش هيقدر يعمل لك سحر خلاص اللي خلق الجن ربنا حدد له اقامته وحدد له قدرته حدد قدره الجن في ايه الكرسي خلاص هو مش هيقدر يعمل لك شيء اصلا واللي خلق السحر ويعني ومعاناة الناس اللي عايشاها قال لك افطر تمر كل يوم الصبح خلاص انتهت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبع بسبع تمرات فلا يأتيه سحر وفي رواية لا يأتيه شيطان ورواية لا يأتيه جان فانت افطر تمر كل يوم الصبح وآية الكرسي بعد كل صلاة ان شاء الله مش عايزي لك اي شيء لو موجود المشكلة عندك روح لشيخ او معالج يكون كويس وعارف بيعالج ازاي هيعالجك من المشكله ديت وبعد كده هتلاقي المشكله بعد كده حصل نفسك بآية الكرسي وسبع تمرات كل يوم الصبح ان شاء الله مش هيجي لك سحر تاني ولا هتحس باعراض تاني. توقفنا شيخ حميده عند البكاء اللا ارادي. نعم تمام اتفضل. احنا قلنا طبعا ان هي البكاء اللا ارادي هذا يعني ايه يتبع ما قبله طالما ان الانسان عنده الاشياء اللي احنا تحدثنا فيها قبل ذلك فهو هيلجأ بعد كده خلاص ان الموضوع بدأ يزيد معه فيصل الى حالة البكاء اللا ارادي. تبص ان هو زي ما قلنا قبل كده ان هو بيبكي من حيث لا يدري ايه مشكلة ضغط نفسي عليه ضغط عصبي وتوتر اتفضل تمام احنا كنا بس بنأصل شيء وحضرتك ربما اشرت اليه قديما واتكلمت فيه واحنا اتكلمنا فيه كثيرا يا ناس يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا أنزل سورة اسمها سورة الجن في القرآن الكريم. الجن ما بيخليش الإنسان يعمل الكلام ده كله. الجن بيحب يسمع القرآن. تعالوا في أول آية في كتاب الله تبارك وتعالى قل أوحي إلي في سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. ده الأصل الأصل اللي لازم المسلمين يخلوا بالهم منه إن القرآن بيهدي إلى الرشد ما خليش الإنسان يصرخ وصوت ولا بي تمام التمام تمام. وهذا موافق زي ما احنا كنا بس بنتكلم عن نوبات الصرع عشان الناس لابد أن يفهموا النقطة دي إن احنا عندنا أول آية في كتاب الله في سورة الجن بتقول إن القرآن يهدي إلى الرشد سواء كان جن أو كان إنس أو كان القرآن هداية وخير وبركة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإن صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه يسمع القرآن ويهدي قومه ويروح يدعي قومه الإسلام فإحنا ابتلينا بالشيخ اللي يقول لك أصل الجن سمع القرآن وصوت وصرخ وابتلينا واحد يقول لك آية الكرسي حرقت الجن واحد يقول لك أنا حبسته في جزازة وواحد يقول لك طبعا دي كلام منافي للواقع. ناخد مين أم خالد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا شيخ. ربنا يحفظك وبارك فيك يا رب. والله يا شيخ أنا كل ما ألبس هدوم خمس دقايق كده بحسها إن هي توسخت تمام. فحضرتي كذا مرة مع واحدة صاحبتي تعبانة أول ما يجي يقرأ الشيخ يفضلوا يصرخوا بس أنا كنت أحس إن أنا مخنوقة ومتضايقة كده وكده يعني. كويس. ويجي بالليل حد يأكلني لحمة. بس طعمها مش كويس. تمام. بس كده فكنت عارف. ديت يا اختي بصي يا دي اعراض سحر منفوخ. احنا قلنا ان اعراض السحر المنفوخ معقول ان الجن عشان خاطر هو مش عارف يوصل لك في مكانك او اللي رايح يعمل لك السحر ده مش عارف يوكلك السحر او يشربه لك فبينفخ لك السحر على اكل والجن يوكله لك وانت نايمه بالليل وبتكون اللحمه دي نتنه او لحمه طعمها مش كويس او ممكن اكرمك الله يخليك تحلمي انك بتاكلي براز او تشربي بول او غيره. فدي من اعراض السحر المنفوخ. لا اكل لحمه حمراء كده لون الدم نتنه.
طيب واحس كده ان انا شبعانه لفتره يعني يومين ثلاثه كده، نفسي جزعه مش عايزه اكل اي حاجه. طيب هو دايما كده يعني ايه، اول ما افتكر كده احس بالضعف بعيني واحس رعشه كده في ايديا كده يعني، دايما اتلخبط في الصلاه. طيب في تعب في المعده عندك يا اختي؟ بطني بتنتفخ جامد. طيب الدوره مظبوطه ولا بتلخبط؟ البريت مظبوطه؟ لا الدوره، لا لا الدوره دي ما اتلخبطتش معايا خالص بصراحه. طيب ممكن بعض الايام تحس ان في ريحه بقك على طول، ريحته مش حلوه؟ انا كنت متجوزه لمده 4 شهور. طب بتشم ريحه وحشه على طول في البيت؟ بتشم ريحه وحشه في البيت على طول؟ لا مش على طول، مش دايما، بس بشم بس مش دايما. طيب بصي يا اختي، انت كده معاكي اعراض صحيه يا اختي. لو انت قريب من اي مكان من مركز من المراكز بتاعتنا، تعالي ان شاء الله احنا نعالجوك وترجع اولادك الطبيعي باذن الله، والموضوع بسيط جدا يعني، لان ممكن يعطل عليك اشياء كتير في حياتك. في حاجه كانت بتحصل، انا بصحى الصبح الاقي اهلي انت عامله ايه، اخبارك، ده انت كنت بتموتي بالليل، ده انت كنت تعبانه، ولا غيرهم بيبكوا وكذا ومش عارفه ايه، وتعالى نوديك للدكتور، وانا بصراحه بصحى مش فاكره اي حاجه. طيب انت بس جينا يا اختي، وان شاء الله باذن الله نعالجوك من ده باذن الله، ما تقلقيش ان شاء الله. موضوع بسيط، هو في جن بس مأثر على الجهاز العصبي عندك ومتحكم فيكي، وان شاء الله نعالجوك منه باذن الله ان شاء الله. طيب نشكرك. نرجع لموضوعنا شيخ حميده. اولا برضه عشان نوصل دايما نعرف الشيخ حميده، شيخ حميده الاخ فاضل يعني المسؤول عن مركز القاهره هنا، وانا هنكون معاه ان شاء الله يعني بقدر الامكان، وطبعا احنا الشيخ سعد برضه مسؤول عن مركز القنا، والشيخ جلال مسؤول عن مركز البحيره، وبياتي الحد والخميس في اسكندريه، وانا ان شاء الله نكون موجود في المراكز دي بقدر الامكان على قد ما نقدر نتواجد فيها يعني نتواجد. وطبعا الاخوه اخوه متعلمين، ودايما بنأكد على المساله ديت، مش اي حد يعني بيكون عنده فكر عن الموضوع بيشتغل في المساله دي وخلاص، لا لازم يكون اخ متعلم والاخ فاهم هو بيعمل ايه وبيعالج ايه عشان ما يضرش الناس ويفيدهم. قسم بالله انا كان عندي حاله من الشرقيه امبارح، قسم بالله جوزها يعني زوجها رن يعني تعب واستنفذ كل قوته وكل ماله على الدكاتره والشيوخ، وخلاص يأس نفسيا وكان خلاص واقفين على الطلاق، ولما ربنا قدر وجالي المركز الحمد لله طلع من عندي البنت اللي كانت داخله ما بتتكلمش، هي مش بركات لكن هي داخله وهم عند الناس شيخ حميده كده، اللي يقول لك ايه اول ما ادخل عند الشيخ عن ارتعش وعن صوت وصرخ او ما عادش هنتكلم او ما عادش، هي عايشه عند الشيوخ، كل ما تروح للشيخ لسانها بيوقف، كل ما بتروح للشيخ الشيخ يقعد يضرب فيها ويعذبها ويخنقها ويضربها ويحرجها والكلام ده، هو خد انوهمه بالكلام ده. لكن انا ما اتكلمتش معاها اي شيء خالص، انا اتكلمت معاها شويه كلام بس عن القرين، بفرق بين القرين وفرق بين الجن وفرق بين اعراض السحر وبعضها، خلاص اقتنعت بالكلام وكلمتني وفعلا جايت لي، انا كنت بحاسها بكل شيء وعارفه بنعمل ايه، لكن الضغط النفسي من الشيوخ والضغط النفسي من الناس اللي حواليا، انا كنت تعبان نفسيا وكنت مرهقه نفسيا، فاضطريت نعمل الكلام ده هو الواقع اللي احنا عايشينه. فالانسان مش كل حد يجي له بيصوت ويصرخ يبقى خلاص انت عليك جن، ولا ممكن يجي لك انسان ما بعيد عن السحر اصلا وما ياخدش في باله ان هو مسحور وهو مسحور. فالانسان ما ياخدش الامور بهذا الشكل. نرجع الاستاذ رجب ونكمل. ماشي ناخد فاصل استاذ رجب، حاول تصل تاني استاذ رجب. اتفضل شيخ حميد اتفضل. الحاله كانت جت من الصعيد، اول ما فتحنا مركز اسكندريه حضرتك شيخ، فكان جايب بنته، والرجل بقاله سنتين عاقدين العقد، وكل ما خلاص عاوزين يتموا الزفاف العروس تقول لك لا انا تعبانه مش هينفع ان احنا نتجوز. كويس. ايه اصل اللي عليها رافض ان هي تتزوج. كويس. وجدت الرجل جاي من الصعيد من سوهاج لعله يسمعنا الان، وكان في انتهاء اليوم. تمام. وجايب بنته وجايب اللي هو زوجها اللي عقد عليها معاها. ايه فالرجل دخلت الرجل وجدته ان هو دخل وعندي في المكتب وقعد يبكي. ايه بس يا حاج، هو ابو البنت؟ ابو البنت. تمام. قال لي انا عايز، انا طبعا جاي لكم وواثق فيكم ان انتوا هتتقوا الله فيا، انا مشكلتي مشكله مش عارف نعمل ايه خير. فقال لي بنتي وضعها كذا، قلت له، قال لي احنا وديناها للشيخ اخر شيء عملناه، شوف الطمه الكبرى، اخر شيء عملناه ان احنا وديناها للشيخ من المشايخ اللي هم بتوع القصه دي، وقال لك احنا هنسكنه بس ونخليه يهدى، ولكن هيسيبوه موجود معايا. طيب. قلت له طب انت جيت بيها ازاي من الصعيد؟ قال لي انا جاي في القطر، ووديناها ليه سكنه
عشان يجي بيه. عشان بس ما توضحناش في القطار تمام لحد ما نوصل لحضرتك. قلت له طيب ما هو اللي المفروض اللي يقدر يسكنه يطلعه يطلعه. المثل بيقول لك كده اللي حضر عفريت يصرفه تمام. قال لي انا تهت وانا 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 وانا. قلت له لا تعالى الامر ندرسوه من البدايه، الامر ناخده باسس شرعيه، الامر ناخده صح. بدانا لحد ما فهمنا زي ما حضرتك كده قلت ايه الفرق يا بنتي ما بين القرين. انت يا بنتي ما بكيش مس مع دراسه طبعا الاعراض اللي احنا بنتكلم فيها. الكلام ده ما جاش من خمس دقايق ولا الكلام ده خدنا فتره يعني وخدنا وقت مع بعض على ما قلت لها الوضع بتاعك كذا وعلاجك كذا وتمشي عليه. الحمد لله ربنا قدر انها تعالج، ربنا عولجت وتزوجت الحمد لله. والحمد لله رب العالمين. ناخد رجب. اخ رجب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. ازيك يا مولانا؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك. ربنا يجعلك دايما في الخير يا شيخ، ربنا يزيد القوه يا رب. يا رب ربنا يكرمك. بالنسبه يا فندم بالنسبه للمعالجين وبالنسبه للجن اللي بيطعم القران تمام، وربط انا اصوت لحضرتك هذه الحالات تمام يا فندم تمام. بس حضرتك نبين للمرضى او اصحاب الحالات اللي تتعالج والمعالجين يتعلموا وحضرتك تحكم انت كراجل متمكن وكراجل متخصص في هذا المجال. هذه الحالات والله انا رايت بعيني، والله احد المعالجين ولع في شعره في شعر اخته حجه ان هو بيطلع الجن تمام. في كده معالج تاني نعم في موجود وفي معالج تاني يا فندم كهرب المريض كهرباء تمام، وفي معالج تاني بابره كده ويعور الجن ويعور المريض عشان خاطر الجن يخرج مع الدم. كويس. اصل هو لما لبس هيحسد بيه لما هو بيطلع لازم يطلعه بالدم. تمام يا فندم. فحضرتك كلمنا طلب من حضرتك يعني ان حضرتك بس تمن علينا الناس الشيخه بس لو علاج المس. الو ايوه معاك اتفضل او علاج المس او علاج الحسد يا فندم او علاج العين حضرتك بس او نتعلم كيف علاج خروج بس جن المس على الاقل يعني يا فندم نتعلم ونفيد المرضى يا فندم. وجزاك الله خير وربنا يبارك في عمرك. جزاك الله خير. هو جزاك الله خير يا مولانا. هو برضه احنا عشان برضه المساله الشيخ حميد احنا كان بيجي لنا ناس في المركز فعلا بينأذوا من الناس ديت، يعني واحد يقول لك ده حرجني، واحد تاني يقول لك ده كتب على ظهري، تاني يقول لك ده جلع ضوافري، والتالت يقول لك ده ولع في شعري زي ما الاخ رجب بيقول. فدي مشاكل كبيره يعني. انا كان عندي يمكن اخت كنت شايفها حضرتك امبارح، وبرضه يعني الكلام ده انا بنقوله عظه عشان الناس تتعظ من الكلام ده. قسم بالله يا شيخ حميد يمكن حضرتك كنت في الغرفه بتسمع رقيه في الغرفه الثانيه. والله يا شيخ حميد جايت لي انا رحت الاربع يعني شيوخ اللي بيقال عليهم شيوخ، وكلهم الاربعه حصل بيني وبينهم جماع عشان خاطر بهدف ان انا نطلع ننظف الجن دهوت، لان الجن اللي معاكي معمول بنجاسه ولازم مش هيطلع من عليكي الا بالنجاسات ديت. يا شيخ انا تعبت وانا انتوا كلكم كده ولا ايه ولا الله انت بتقي الله يعني انت رحت للناس معلش يعني هم ابعد ما يكونوا عن الدين، مش ابعد ما يكونوا عن العلاج او هو معالج او غير، لا ده هو ابعد ما يكون عن الدين نفسه، ان هو بيستغل ضعف الناس وبيستغل حاجه الناس في 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 غضب الله تبارك وتعالى. فلا انت حاول تعرف قبل ما تروح للشيخ، اعرف انت رايح لمين، اعرف انت رايح تعالج عند مين، الانسان ده فاهم ولا مش فاهم، هل هو دارس الكلام ده ولا هو بيقول كلامه خلاص، ولا مساله واخدها شغلانه ولا ايه بالظبط. عشان كده بناكد ان لازم الشيخ يكون فاهم. وان شاء الله اخ رجب يعني نتكلم عن المساله ديت بتفصيل في امر تاني، لكن طبعا الوقت مش هيساعي الكلام انت بتقوله ازاي نطلع المس وازاي نطلع الحسد او نعرف جن الحسد دهوت. برضه يمكن بشرى الاهل السعوديه ان شاء الله انا هنكون متواجد في السعوديه ان شاء الله يوم الخميس القادم ان شاء الله اسبوع في مكه. لو اي حد من مكه ان شاء الله هيبقى في رقم هنكتبوه على الصفحه بتاعتنا علاج المرض السحري في يوم واحد من يوم الخميس للخميس الثاني، يعني من يوم الخميس القادم ان شاء الله للخميس اللي بعده هنكون موجود في مكه في فندق جبل عمر. وان شاء الله لو اي حد عنده مشكله موجوده في السعوديه ان شاء الله نقدر نحلها، انا تحت امره، وان شاء الله نقدر نتواصل معاكم في داخل الحرم يعني او في داخل مكه. انا حبيت نوع المساله ديت عشان خاطر الناس تعرف او نجرب من الناس اكتر نوصل او نوصل العلاج باسرع يعني شيء ممكن يعني. طيب نرجع لموضوعنا شيخ حميده. استاذه سعيده الاول اتفضلي. يا استاذه سعيده السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. انا حصل لي حاجه من 2005. كويس. انا اتجوزت 2005 تمام، وبعدين اتطلقت في 2008 تمام ماشي، ومش عارفه حصل لي ايه كده قمت يعني متطلقه. كويس. انا فيا للخلف وهو كان في للخلف. كويس. المهم حصلت نصيب واتطلقت، فروحت لواحد شيخ
قال لي انت معمول لك صحي وشربان كويس. المهم السانيتاري مره واحده جلسه واحده وقعدت ارجع ولبن ومش عارفه ما رحتش عنده ثاني كويس. اتجوزت واحد دلوقتي حاليا ما فيش للخلف خالص تمام. بشوف علامات زرقاء في جسمه مش عارفه ايه وبحلم احلام برضه مش كويسه. يعني انت ما خلفتيش الى الان؟ ما خلفتيش اصلا؟ لا بس انا فيها للخلف. كل ما اروح للدكتور يقول انت كويسه ممتازه ما فيكش سمسه حاجه. كويس. طيب انت في تعب في المعده عندك على طول؟ لا بس انا قطع الاكل يعني اكلته بسيطه جدا جدا لدرجه ان انا ممكن اخلص نص رغيف. طب في مشكله في الدوره عند حضرتك؟ ايوه بتجيلي بتعب شديد ممكن ما اكلش الفتره اللي هي بتبقى عليا يعني ببقى تعبانه منها قوي قوي وما بتبقاش. طيب لكن انت الوقت الحالي ان انت موجوده مع زوجك ومتجوزه يعني ومنتظره حمل يعني وخلفه؟ طب كلام الدكاتره ايه طيب يا اختي؟ انا كويسه يعني الدكاتره بيقول مفيش مشكله طبيه؟ طب انت منين؟ انت منين يا اختي؟ طيب انا من بعد المنوفيه بشويه. طيب تجيلي مركز البحيره او تجيلي مركز القاهره وان شاء الله تتعالجي وان شاء الله ربنا يكرمك، بس تجيبي جوزك معاكي لو امكن. بس هو ما بيرضاش يجي معايا في حاجه زي كده. هاتي والدتك بقى، والدك، اي حد من اهلك عشان تكون موجوده معاكي، لان احنا ما بندخلوش حد للمركز دي برضه عشان تبقى برضه دي نقولها يمكن بالمناسبه ان احنا ما بندخلوش اي واحده لوحدها مع الشيخ. ايوه فاهمه. تمام. فاي اي حد هيتعالج او عايز يتعالج محرم اي لازم يكون معاها محرم او حد من اهلها. عارفه والله بس احنا المسافه بعيده قوي. معلش ما انت عشان تتعالجي لازم تتعبي شويه. يعني انا عندي حاجه لو سمحت. الله اعلم ان كده في حاجه، ولكن لما تجينا المركز نعرف نحددوا ايه الموضوع بالظبط ونعالجوك منه باذن الله. ماشي. تحت امرك. نشكرك. نشكرك. طيب يا شيخ حميده، وصلنا الى ايه؟ الى الصدود عن ذكر الله. نعم، الصدود عن ذكر الله. ايه اللي بيخلي، هل القرين بيكون له تدخل في 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 اعصاب الانسان او الجهاز العصبي عند الانسان لما يخليه يتعب من القراءه او يتعب من الصلاه او يتعب من كذا، ولا دي مشكله جيني نفسه، ولا ايه الموضوع بالظبط؟ طبعا هو القرين بيكون له دور، لان القرين طبعا معروف انه جن كافر، وقال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. القرين طبعا هو هدفه اضلال الانسان وابعاده عن طاعه الله تبارك وتعالى. تمام. وبيكون له دور طبعا، وخاصة يقوى دوره وينشط إذا ما وجد البيئة المناسبة، وهي بيئة السحر مع وجود جني آخر. تمام. دي طبعا بتكون بيئة خصبة له. هو بياخد بقى جن السحر بيأثر على جهاز العصب. نعم. على الإنسان وجسمه، والقرين شغال بوسوس. أيوة. عشان يبعد الإنسان عن الطاعة. الله ينور على حضرتك. طب في حد شيخ حمادة بيقول لك، يقول لك أنا ما بنصليش عشان أنا مسحور، ده نقول له إيه ده؟ لا طبعا، هو بيكون إذا كان السحر بيكون مؤثر بنوع ما في الصد عن ذكر الله، ولكن طبعا الإنسان له دور إن هو بيكون ما حدش بيمسك إيدك ويقول لك ما تصليش. تمام. هي القصة كلها إن هو بيوسوس عليه، بيوسوس له في البعد عن ذكر الله، سواء كان بقى يعني الصد ده حسب النوعين بتوعه، سواء كان جزئي أو كان كلي، إن هو بيمتنع على الصلاة نهائي. تمام. ولكن انت طبعا فين من المجاهده؟ تمام. تمام. انت فين من المقاومه؟ طب ما هو عموما الشيطان، هناك نوع من الشياطين ما شغلته ان هو يبعدك عن الصلاه. نعم. يشغل الانسان اثناء صلاته. تمام. بدليل كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي هو صحيح البخاري. طيب هل الصلاه تسقط عن المسحور؟ عشان بس الناس ايه، انا عايز نفهم الناس ايه الموضوع. الصلاة، هل السحر ده مرض؟ هل الصلاة تسقط عن المريض؟ لا تسقط. لا تسقط عن المريض. نعم. لا تسقط الصلاة، لا تسقط عن المريض إلا على اثنين. أيوة. إلا على الميت. أيوة. والمرأة إذا أصابها العذر الشهري اللي هي الحيض أو طيب. النفاس. طيب يبقى السحر ده مرض موجود في جسم الإنسان، لا يجوز للإنسان إنه مسحور إنه ما يصليش. نعم. لازم تصلي حتى لو أنت مسحور، لأن اللي هيبعد عنك السحر هو الله تبارك وتعالى. نعم. فازاي بتقطع الصله اللي بينك وبين الله؟ نعم. بسبله انك مسحور. نعم. لا، السحر لا يعطل عن الصلاه، لكن هو ممكن يتعب لك جسمك، عندك تعب في ظهرك، عندك تعب في رجليك، عندك صداع، عندك كذا عندك كذا، يخليك تبعد عن الصلاه جسمانيا. نعم. كان الانسان مريض مش قادر يقوم يصلي، لكن ربنا امرك بالصلاه حتى وانت جالس وانت نايم، حتى لو بعينيك هتصلي، صح؟ نعم. لكن ما استطعت. ما استطعت.
ربنا ما قالكش انك لازم تقف تصلي، يعني انت مريض خلاص صلي وانت جالس. طب انت مريض صلي وانت نايم، انت مريض صلي بعينيك، المهم الصلاه، تقيم الصلاه. طيب لو احنا يا شيخ حميده بيقول لك لا انا مسحور وانا عندي جن، كل ما نيجي نصلي الجن بيبعدني عن الصلاه او بيخليني نعمل كده، واحد تاني يقول لي انا ما بنقدرش نصلي عشان الجن بيأثر علي. الوقت يا شيخ حميده يعني دهمنا والوقت خلص، وطبعا كلامك شيق وكلام محترم وكلام بادله شرعيه وكلام انسان موثوق او انسان واثق انه يقدر يعالج. الشيخ حميده طبعا اللي موجود معانا في العلاج، وهو عنده القدره وعنده يعني القوه انه يقدر يعالج الانسان المسحور قدامه. وطبعا ده احنا بنقول ان احنا عندنا في المراكز بتاعتنا ناس موجوده تقدر تعالج. كان معانا الشيخ سعد الحلقه اللي قبل الماضيه، كان معايا الشيخ حميده الحلقه هذه، ان شاء الله الشيخ جلال ياتي معايا برضه في حلقه يعني لما ناتي من السفر باذن الله. وان شاء الله شيخ حميده يعني نشكرك على هذا اللقاء الطيب الشيق، وان شاء الله توعدنا انه يتكرر باذن الله يكون معانا موجود حتى حلقه كل شهر عشان الناس تشوف وتتعلم وحتى المعالجين يتعلموا والناس تفهم هذا الموضوع. قبل ما نخلص كلمه كده، اتفضل شيخ. بالنسبه للاخ اللي هو بيقول لك الصلاه وانا ما اقدرش اصلي وانا مسحور، طيب انت عايز ربنا سبحانه وتعالى يشفيك ازاي وانت بعيد عنه؟ ايوه، تقطع الصله اللي بينكم من الله. يبقى لازم لابد من الصله بينكم، لابد من الصلاه. شيخ حميد ربنا يحفظك ويبارك فيك. نشكركم على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلي اللهم وبارك على سيدنا.